اهلا بكم على قناتنا مرجانة فن. وصفتنا لليوم بسبوسة بالشوكولاتة، نتمنى تعجبكم. اول شيء ندهن الصينية ونرشها بالقليل من السميد من كل الجوانب. نضع الصينية جانبا، ثم ناخذ 3 حبات بيض، كوب الا ربع من السكر، نصف كوب من الزيت، رشة ملح والقليل من الفانيلا. ناخذ كوب سميد ناعم، نصف كوب حليب، وملعقتين كبيرة كاكاو، وملعقتين صغيرة خميرة كيميائية. نخلط كل المكونات مع بعض حتى تتجانس ونتحصل على خليط ناعم. ناخذ الصينية المرشوشة بالسميد، ثم نضع عليها الخليط، ندخلها إلى الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة 180 مئوية. ناخذ كوب من الحليب البارد زائد ملعقة كبيرة من النشا على النار، ثم نخلط الكل مع بعض. أول ما يبدأ يسخن الحليب نضيف إليه 100 غرام من الشوكولاتة. أنا استعملت شوكولاتة بالحليب، إذا استعملتي الشوكولاتة السوداء ضيفي إليها القليل من السكر. أول ما نشوف الخليط بدأ يتقال معنا نطفي عليه النار. ناخذ البودينج، بودينج الشوكولاتة أو خليط الشوكولاتة، نضيفه إلى البسبوسة تكون جاهزة، ثم نزينها حسب الرغبة. أنا زينت بخطوط من الشوكولاتة البيضاء، والتزيين طبعا يبقى دائما اختياري. ندخلها إلى الثلاجة إلى حين التقديم. كما تلاحظون البسبوسة جاهزة، نتمنى تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. كما أيضا ستجدوني على السوشيال ميديا، الفيسبوك والإنستغرام، الروابط في صندوق التعريف. نتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء.